السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هتكونوا بخير باذن الله. فيديو النهارده شرح مهم جدا في لعبه جود اوف وور راجنر. شرح النهارده باذن الله هنحل المشكله بتاعه اللعبه مع المعالجات اللي اقل من الجيل الرابع. وصلت الخطا اللي بتظهر اول ما بتشغل اللعبه اللي هي AVX2 not supported و FMA not supported. بس قبل ما نبدا، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الشرح. اول حاجه هنعملها نخش على الرابط الموجود تحت في الوصف، وهنروح عند الموقع ده اللي هو انتل سوفت وير ديفلوبمنت ايميليتر. هننزل تحت عند تالت رابط اللي هو حجمه 27 ميجا وهننزل. بعد ما هننزله هيظهر لنا ملف بالشكل ده. كل علينا نفتحه باستخدام برنامج الوينرار، فكليك يمين وابن. هتظهر لنا الملفات دي بالشكل ده. هنطلع بره، هناخد الفولدر دوت بره. وهنقفل دي بقى كده، خلاص مش محتاجينها. بعد كده هنفتح الفولدر ده وهنحط دوت بره في سطح المكتب. بعد كده اسند تو ديسكتوب، ده الفايل اللي طلع بره لسطح المكتب. هندوس عليه كليك يمين، بعد كده بروبرتيز، وهنروح لحد الاخر كده خالص، وهنعمل علامات تنصيص اللي هي شيفت مع حرف الطاء بالشكل ده. وهنروح برضو في الاول عند السي كده قبل السي، وهنعمل علامات تنصيص بالشكل ده. وبعد كده هنروح عند ايقونة اللعبة، هنخش على فولدر اللعبة، كليك يمين اوبن فايل لوكيشن. بعد كده هندوس عند ايقونة اللعبة، كليك يمين كوبي از اباس. بعد كده هنروح عند الاخر عند دوت اي اكس اي، وبعد علامات التنصيص هنكتب مسافة وهناخد دولت كوبي بالشكل ده. بعد كده هنعمل لهم بيست هنا. بعد كده هنحط مسار اللعبة اللي احنا خدناه من شوية، كليك يمين برضو، بعد كده بيست بالشكل ده. بعد ما تخلص كل حاجة هنا هتضغط على ابلاي، بعد كده اوكي. بعد كده هتفتح اللعبة من الملف دوت، مش من الاختصار بتاع اللعبة، لا هتفتح اللعبة من الملف ده. طيب عشان نشغل اللعبة عن طريق الملف دوت نعمل ايه؟ طبعا لو دوسنا دبل كليك مفيش اي حاجة هتحصل داخل الملف ده. فعشان نشغل اللعبة بطريقة صحيحة وبدون اي مشاكل هنشغله كمسؤول. ودي ازاي؟ كليك يمين، بعد كده run as administrator، بعد كده yes، وهنستنى. وللعلم ان الخطوة دي بتاخد وقت طويل قوي، يعني ممكن تاخد من 5 دقايق لعشر دقايق قبل ما اللعبة تفتح. فطبعا هسرع الفيديو او هقطع لحد ما اللعبة تفتح. وزي ما انتم شايفين اللعبة فتحت معانا اهيت. هنستنى بس شوية كمان لحد ما تخش على القائمة الرئيسية. ودلوقتي القائمة الرئيسية فتحت معايا بنجاح، وطبعا بتحرك فيها بكل سهولة زي ما انتم شايفين. هو بس بيهنج عشان بيجمع الشادرز لسه. بتحرك ومفيش اي مشاكل في اللعبة. فتعال نخش نشوف كده جيم بلاي على السريع. وبس دي كانت طريقة تشغيل لعبة جود اوف وور راجناروك على معالجات اقل من الجيل الرابع، واتحلت مشكلة AVX2 not supported و FMA not supported. فمستني ايه بقى؟ اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وفي الاخر متنساش اللايك لو عجبك الفيديو واستفدت منه عشان تدعمني والفيديو ينتشر اكتر واكتر. ولو قابلتك اي مشكلة اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان يمكن اقدر اساعدكم. وبس ده كان شرح النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد. سلام. لا، هل سبق وحجز أحد موعدا؟ هل أتيت لتحصيل شيء؟ أتظن تبخترك برأس مقطوع سيخيفني ويرغمني على قبول طلب الحصول على زيادة؟ نبحث عن أسير لدى أودن. إنه مأسور داخل منجم، وجئنا لك لتساعدنا. من أين لك؟
قطعت رأسها كما قطعت رأسها. كانت زوجتي. أنا ودينار تساءلنا ترى أين ذهبت بعد فشل انقلابنا. فشل؟ هيا هلا هلا. فشل. في ماتت. الأفضل مات، ومن بقي حياً يدفع الثمن. أخشى أنه لا يمكنني المساعدة في أزمة الأسير. لكن قد يعرف كيفية ردع أودن وتحرير سبارتلفاي من الأسير. لن أقدم على شيء يغضب الأب الأكبر. مهلاً قبل الرحيل. مخالفة بسبب النقل غير الملائم لرأس متعفن ورذيلتين لذكر اسم الأب الأكبر و... أجل تخريب مكتبي. مخالفة. ادفعها أي وقت. حسناً اخرجا من مكتبي. مرحباً. أي جزء من جملة أخرج من مكتبي لم تفهم؟ هل أخبرتني أن اسمها دينر؟ بالتأكيد. شكراً لك. أعتقد